في إطار تدعيم الاستثمار السياحي، شاليهات على بعد أمتار من البحر تتوفر على كل مستلزمات الراحة والأمان بقرصو بولاية بومرداس. المزيد مع ناصر كحلي. عبد السلام خليفي شاب استطاع أن ينجح في إنجاز مجموعة من الشاليهات لفائدة السياح والزوار الذين يقصدون شاطئ قرصو بولاية بومرداس. أسست شركة في إطار الأنساج في 2010، وانت حصلت على قرض من الوكالة وأسست شركة بناء. بداية كنا ناويين نديرو خيم، ومن بعد في لارياليزاسيون قدرنا بالقدرات الفكرية والقدرات المالية قدرنا نديرو شاليات بالحطب. عندنا اف 1 اف 2 اف 3، قدرة الاستيعاب 6 أشخاص و 12 شخص. التسعيرة لليلة الواحدة 5500 دينار، 6500 دينار، و 8500 دينار. 13 شالي منجزة بطرق فنية باستعمال الخشب في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، بالإضافة إلى الشالي لذوي الاحتياجات الخاصة، موقف للسيارات وألعاب للأطفال ولوازم الشاطئ بالمجان. شفنا هذا المخيم عن طريق الإنترنت وشفنا الصور وشفنا يعني النقاء، ويعني الناس قايمين على هذا المخيم بطريقة محكمة. قررنا نجو هنايا نقضوا عطلة لمدة أسبوع. داري عندي مخيمات نروح لهم، صح هذا وحده، كل شروط الحياة متوفرة. مثلا الماء متوفر، الكهرباء، الأخر التبريد، وسائل حتى للأواني موجودة. مشروع سياحي يضاف إلى المشاريع السياحية التي يفضلها السائح الجزائري والأجنبي.